لباب تحتضن طاولة مستديرة لعرض ومناقشة مختلف القضايا ذات الصلة بصيانة حقوق الأطفال فاقد السند العائلي. بلدية وذيب تتسلم معدات وسيارات لنقل الماء هدية من خيرية سنيم. بكم أنا ما كنتم في التفاصيل. ترأس والي شيري إدريس دنبا كوريرا صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بالولاية اجتماعا بأعضاء بعثة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والسلطات الإدارية الأمنية بالولاية. رئيس البعثة الأمين منت محمد بويا ماما أكدت في كلمة لها بالمناسبة أن اللقاء يأتي للتحسيس حول التحضير الجيد للاستحقاقات المرتقبة في 29 من يونيو المقبل وضمان تسجيل كافة المواطنين البالغين سن التصويت من أجل ضمان مشاركة الجميع في العملية الانتخابية والتعبير عن خيارهم في الاستحقاقات القادمة. وحثت رئيسة البعثة على أهمية التسجيل على اللوائح الانتخابية من أجل التحضير الجيد للانتخابات الرئاسية القادمة. مهمتنا هذه تنحصر فعلا موفدين من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة بأولويتها تسجيل على اللوائح الانتخابية تكميلية. وفي ذاك الإطار جينا اليوم الوالي زيارة مجاملة وفي زيارة إذن لدخول الولاية من أجل التحضير للعملية الكبيرة اللي ستحدد مصير موريتانيا لمدة 5 سنوات اللي هي انتخاب رئيس الجمهورية. ولين أكدوا لكم كسلطات لين أكدوا لكم على نظيرين على المجتمع وعلى قرعتكم منه اللي هي الوقت الحالي ولاية الشيري، لأن ما عندنا مرشح. احنا اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ولأن مسافتنا واحدة من جميع المرشحين ولأن ما أننا عارين على الشخصية ولا على حزب ولأن اللي ندوره نوفره للمواطن لآلية صحيحة اللي يؤدي بها واجبه الوطني ويقبض منها قرعته من تحديد من سيحكمه في السنين الخمسة الآتية. وذيك الآلية لا يتصح إلا بمنين يعود مسجل اللوائح الانتخابية وعنده الحق في ينتخب من يريد. ترأس والي قديماغا أحمد محمد محمود للديه صباح اليوم الفعاليات الطاولة المستديرة التي تنظمها وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة لعرض ومناقشة مختلف القضايا ذات الصلة بصيانة حقوق الأطفال فاقد السند العائلي. وفي هذا السياق أكد الوالي أن إشكالية الأطفال فاقد السند العائلي تتطلب توحيد جهود جميع القطاعات الحكومية المعنية وهيئات المجتمع المدني اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها. وفي ذات الصدد أوضحت المديرة الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بولاية قديماغا قيطانة بنت محمد أن هذا اللقاء سيمكن من وضع خطط لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة وانعكاساتها السلبية على الأطفال والمجتمع. أشرف الوالي المساعد لولاية قديماغا محمد العربي والمحمد نول السيد محمد زوال اليوم على ملتقى لعرض مشروع التسيير البيئي والاجتماعي للمحور الطرقي الرابط بين مدينة سليبابي وبلدية لعبلي. يهدف الملتقى المنظم من طرف الشركة المنفذة للمشروع إلى عرض المضامين والإجراءات المتخذة ضمانا لاحتواء الآثار السلبية لهذا المشروع على ساكنة القرى والتجمعات الريفية المحاذية للمحور الطرقي الذي يبلغ طوله حوالي 55 كيلومتر مربع. جرى الملتقى بحضور المنتخبين المحليين وهيئات المجتمع المدني وممثل الشركة المنفذة ومكتب دراسات المتابعة.
ترأس الوالي المساعد لولاية تقانت محمد عبد الله سيدي حبيب صباح اليوم بمقر الولاية اجتماعا ضم رؤساء المصالح الجوية لمختلف القطاعات الحكومية. خصص الاجتماع لاستعراض مدى تقدم المشاريع الحكومية المنفذة لصالح السكان على المستوى الجهوي وأبرز التحديات العراقيل المطروحة لبعض المصالح الخدمية المحلية. وقد أكد الوالي المساعد لولاية تقانت أن هذا الاجتماع يدخل ضمن جهود السلطات المحلية الهادفة إلى الرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية للمواطنين. شكرا لكم على الحضور لهذا الاجتماع الذي يأتي في إطار الاجتماعات الإدارية التي دأبت السلطات الإدارية في الولاية على تنظيمها مع رؤساء المصالح الجهوية في الولاية، ذلك من أجل حلحلة المشاكل العالقة وتقييم الأداء الإداري بشكل عام على مستوى الولاية، وذلك طبقا لتوجيهات وسياسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الوزواني التي انتهجها منذ وصوله إلى السلطة وعبرت عنها الاستراتيجية التي تبناها وزارة الداخلية واللا مركزية تجسيدا لإدارة القرب وأيضا إعطاء ديناميكية وحيوية للنشاط الإداري بشكل عام. تسلمت بلدية نادبو صباح اليوم بمقرها معدات وسيارات مقدمة من خيرية سنيم تتمثل في صهريج لنقل مياه الشرب وسيارات ثلاثية العجلة. مقر بلدية نوادبو يحتضن تقديم دعم لتعزيز جهود البلدية في مجال المياه الصالحة للشرب، ويتمثل الدعم المقدم من طرف خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم في بعض المعدات تشمل صهريجا بسعة 20 طنا وست سيارات ثلاثية العجلات لدعم المنظومة المائية وسط المدينة. باسم سنيم وباسم هيئة سنيم الخيرية سعداء جدا بتواجدنا اليوم في القصر البلدي العامر بالإنجازات والعمل المفيد، وفي هذا الإطار نشرف على تقديم دعم لبلدية نوادبو يتمثل في تقديم بعض المعدات في الصهريج 20 طن وستة من السيارات ثلاثية العجلات، راجين إن شاء الله هذه المعدات أنها تعود سند لعمل البلدية، العمل الخدمي اللي تقدمه البلدية، وإن شاء الله نحن كخيرية سنيم وكسنيم مستمرين إن شاء الله في العمل وفي الشراكة مع بلدية نوادبو، وهذا جزء إن شاء الله من دعمنا ومواكبتنا للتنمية المحلية على مستوى البلدية. عمدة البلدية تذكر بأهمية هذا الدعم شاكرا الشركة وخيريتها وجهود الحكومة على هذه العناية المهمة التي تمس حياة المواطن. احنا مشرفين اليوم بالتواجد معنا الخيرية بهذا الدعم اللي مهم، انتم تعرفوا كاملين وضعية المدينة، تعرفوا العطش اللي فيها، وتعرفوا عن البلدية لها سنتين وهي تكابد من أجل كانت قد تنقص معاناة الساكنة وبإمكانياتها الخاصة، واليوم هذا الدعم برهن على أن سنيم وخيريتها بتوجيهات رئيس الجمهورية والدولة عنهم لاعبين ذا الدور في دعم البلدية ودعم قاع الساكنة عموما في المحيط اللي هو محيطهم، وهذا على كل حال ما هو الأول تعدى الخيرية، وعلى كل حال احنا في شراكة مع خيرية سنيم من له زمن، هذا ما هو الأول تعدى. شكرا سيد المدير العام، وعن طريقكم شكرا لسنيم ولإداري المدير العام. وبحضور حاكم المقاطعة سيد أحمد الحويبي تم التوقيع على تسليم المعدات من طرف مدير الخيرية وعمدة المدينة. أطلقت جمعية تدعى لإبداع وتنمية المواهب الليلة البارحة بمدينة طار أنشطتها التحسيسية التعبوية. تطرقت مداخلات أعضاء الجمعية للتعريف بأهدافها المتمثلة في اكتشاف المواهب الشبابية المختلفة وعن تجليات الإبداع وإبراز المهارات الشبابية
في شتى الفنون، إضافة إلى بث روح قيم المواطنة والتأليف وتعزيز أواصر الوحدة والتآخي بين مختلف مكونات شعبنا. وتضمنت فقرات التظاهرة تقديم وصلات موسيقية ومديحية وسكتشات توجيهية تحث على الوعي بمخاطر المخدرات، إضافة إلى إلقاءات شعرية وسط حضور جماهيري لافت. جرت الفعاليات بحضور مستشاري والي أدرار محمد السيدي علي وممثل السلطات المحلية والفاعلين في المجتمع الثقافي والشبابي والفني بالولاية. ونبقى في أدرار، حيث يلعب التعليم ما قبل المدرسي دورا تعليميا توجيهيا باعتباره قاعدة أساسية للتعليم المدرسي، وتشكل روضة الأطفال بحي كنوال شمال مدينة طار نموذجا بهذا الخصوص. عشرة الأطفال يتواجدون داخل أقسام هذه الروضة بحي كنوال كجزء من خارطة التعليم ما قبل المدرسي على مستوى مدينة أطار، ويتلقى البراعم وجزئيات الحروب والتهجية وكيفية التعامل مع الآخرين في جو تربوي وترويحي مما يوفر لهم التأهيل النفسي والاجتماعي ويحفزهم على ولوج التعليم المدرسي. أنا لن نقرأ ونقرأ نجي بيوفا نقفل نقرأ نمشي نلعب الأرض خير من الدار بينا عنها فيها القرايه قرايه مهمة نسين قيسوا 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 العيد تمو نلعبوا فيه ونقرأ نعقبوا الزو القرايه. وتتولى تطير وتكوين هؤلاء الأطفال مربيات يمثلن حجر الزاوية في هذا المجال من خلال منهجية تراعي خصائص نمو الأطفال واحتياجاتهم التربوية. نحن ونتيا كمشرفات على هذه الروضة وحدات منا مسؤولات عن تعليم الترك اللي فاتوا وعادوا يقرأوا والأخرى الترك اللي مازالوا صغيرين، نحاولوا نعبروا نمشي بالصور وبالحركات ولا طريقة بعد اللي نوصلوا بها الفكر للطفل ما أنا نبخلوها حالة. أولا بعد نعلمهم السلوك والأخلاق، طريقة اللي يكتبوا بها على الصبورة، ونعلمهم الحروف هم اللي القدين نعلمهم منه. وتعمل هذه الروضة بدعم من قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة على غرس قيم التربية الأخلاقية في نفوس الأطفال في هذه المرحلة العمرية المبكرة. أنشئت هذه الروضة، أنشئت روضة أطفال كنوال سنة 2022، ويبلغ عدد طلابها 72 طفل لحد الآن، ويوجد بروضة قسمين، قسم حضانة وقسم تمهيدي ما قبل التمدرس، ويتم تقديم الدروس من الساعة 8 صباحا إلى 10، ومن ثم يأخذ الأطفال استراحة تمكنهم من اللهو واللعب والترفيه. فيها بعض الأطفال اللي تكفل بهم الوزارة جزاها الله خيرا، 25 طفل تكفل بهم الوزارة، والبقية منهم من يعطي رسوم ومنهم من يكون ضعيف وتتكفل الروضة أيضا به. وبذلك تعد رياض الأطفال مؤسسات تربوية تؤدي دورا في تنمية مهارات الأطفال وتأييدهم نفسيا واجتماعيا وإكسابهم الأخلاق الحميدة. الفاغوي للشيباني، قناة الموريتانية، مدينة أطار. يستعد تلاميذ وطواقم التدريس بالمدرسة الابتدائية في حي غارك الواقع شرقي مدينة روسو الدخول في أجواء الامتحانات النهائية، وذلك بتكثيف الحصص والمراجعة. فريق من مكتبنا في روسو زار هذه المدرسة صباح اليوم وعاد تقريرته. مع دخول الفصل الأخير من العام الدراسي تتواصل الدراسة في ظروف طبيعية داخل المدرسة الابتدائية بحي غارك التي تعتبر من أقدم مدارس المنطقة التي يتلقى فيها التلاميذ دروسهم بشكل انسيابي حسب المعلمين. بالنسبة لسير الفصل الأخير مشابه تماما لسير أو للطريقة التي سارت بها الفصول التي قبله وهي الفصل الأول والفصل الثاني، لكن ظرفية ربما تكون تختلف قليلا، لأننا نحن نعيش هذه الفترة ارتفاعا حادا في درجات الحرارة، وذلك سينعكس لا محالة سينعكس على أداء التلاميذ داخل الفصول، وهذا ملاحظ ويلاحظه الجميع. يحرص المعلمون أثناء الحصص على تقديم الدروس تماشيا مع المنهاج التربوي ليتزامن اكتمال الجدول الزمني مع أيام الامتحانات التي بدأ الاستعداد لها نسبيا في الوسط المدرسي. بس ما شاء الله نعلم الموسيقى كل شيء ما شاء الله
نعرفوا بعض قصص، نعرفوا التمالك ونعرفوا نعرفوا كل شيء بعض، يعلمنا كنا هالجمون اللي أصي بيتر أصبح طبعا قروني إينا ورد زر نحن قرينا علمنا درس علمنا كل شيء ما شاء الله وفدنا معلمنا عربي يجي ونجا أصبح وتر. في ظل المدرسة الجمهورية تسعى إدارة مدرسة قرك مع تطبيق تجربة الدروس النسقية والحضور الدائم لطواقم التدريس إلى الرفع من مستويات التلاميذ تحضيرا للامتحانات النهائية الوشيكة. كما تشاهدون سير العملية الدراسية تسير في ظروف جيدة بشكل منتظم رغم كل هذه الصعوبات. تعد مدرسة قرك ضمن المدارس الابتدائية المكتملة الأقسام ويدرس فيها أزيد من 200 تلميذ أغلبهم من البنات. مريم أحمد، قناة الموريتانية، مدينة روسو. تتوفر بلدية كامور على نقطة صحية تقدم خدمات متنوعة لمرتاديها، من بين تلك الخدمات فحوص الكشف عن حمى الملاريا فضلا عن التدخلات الطبية الأولية كالمعاينات ولقاحات الأطفال. يستفيد المواطنون في بلدية كامور من خدمات نقطة صحية تحتوي على طبيب رئيس وقابلة وممرضين اجتماعيين فضلا عن أعوان يساعدون في تأدية هذه المهمة السامية. النقطة الصحية تقدم خدمات متنوعة لمرتادها على رأسها الاستشارات الطبية وعلاجات الأمراض التي تصيب ساكنة المنطقة كحمى الملاريا، كما تقدم لقاحات الأطفال. عندنا معاينات استشارة للمرضى، وعندنا مولي كيف المولدات عندهم مولي معاينتهم الخاصة مولي باستشارة النسائية، وعندنا صل للحاجز، وعندنا فحوصات كيف فحوصات عند الملاريا هذه. المواطنون أبدوا رضاهم عن الخدمات المقدمة من طرف النقطة الصحية في بلدية كامور والتعاطي الإيجابي من طرف العاملين فيها وجاهزيتهم. المركز الزين عندنا ومسجعنا، والأول كنا نحلم عليه وبيلي كنا نعانوا من ضعف شايفين حتى طبيب كامل هاي وطبيبته تبارك الله ما قط جيناهم توفرنا كامل اللي ندور يسوه الليل ويسوه النهار، في أي وقت جيناهم استعدوا للمرضى كاملين جزاهم الله خيرا. النقطة الصحية في كامور تحتوي على صيدلية ميسر التي تبيع الأدوية بأسعار زهيدة، كما تمكن المتعالجين فيها من الاستفادة من بعض الخدمات الاجتماعية كبطاقات التداوي بسعر رمزي بالنسبة للنساء الحوامل، هذا إلى جانب توفرها على فحوص الكشف عن بعض الأمراض كحمى الملاريا. وتعزز تلك الخدمات سيارة إسعاف جاهزة لنقل المرضى إذا ما اقتضت الضرورة ذلك. حمد المصطفى، نون، قناة الموريتانية، بلدية كامور. شهدت مقاطعة القصيبة بولاية غرغل هذه السنة استصلاحات معتبرة مكنت من زيادة المساحات المزروعة من مادة الأرز في بلديتي جنجي والطلحاية، ويتطلع المزارعون في هذه المنطقة إلى مزيد من الدعم لزيادة الإنتاج والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي. تتوفر مقاطعة القصيبة على مساحات هامة صالحة للزراعة على مدار سنة، ومن بين هذه المناطق بلدية الطلحاية التي تمارس فيها زراعة الأرز على نطاق واسع من قبل المواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي في تحسين ظروفهم على عائدات الإنتاج من مادة الأرز. هذه منطقة سنشان جاكري، احنا هون عدلنا هاي زراعة لا بيدين، وقطعا هدفنا إياك نعاون في كل شيء، نعاون الشعب ونعاون الدولة. هاي المنطقة فيها تقريبا منطقة سنشان جاكري هذه دول عد فيها 150 راشد مشاركة معانا في ذي الحريثة. يا حريثة ما شاء الله شفتوها قاع عرضها وطولها ومقومينها لا بيدين وبعينين، فتبارك الله الفات لها ما شاء الله من يوم اللي عدنا نزرعوها ما قطع أبدا شرينا مارو دول أمن دينون
نشكر الدولة على اهتمامها بالزراعة، ونحن في بلدية الطلحة التابعة لمقاطعة القصيبة نزاول زراعة الأرز ونتطلع إلى تحقيق إنتاج معتبر لهذا العام. وبالفعل نعاني من بعض المشاكل خاصة السياج لحماية المزارع التي تقع بالقرب من أماكن انتجاع المواشي. وتواكب السلطات الإدارية الحملة الزراعية من خلال المعاينات الميدانية وتوفير الدعم للمزارعين بهدف زيادة الإنتاج وتشجيع السكان على التوجه إلى القطاع الزراعي. المزارعين هون في الأصل كانوا منمي قال توجهوا الشورى هاي الزراعة زراعة الأرز، وفعلا الحمد لله مبشرة هاي المبادرة. فعلا الدولة عن طريق وزارة الزراعة توفرهم الأسمدة الأساسية وتدعمه بالتأطير، وبالتالي فعلا يحتاجوا مازالوا للسياج، وتمت برمجة لهم 1.5 كيلومتر فعلا لا يتساهم في حماية هاي المزارع اللي مهمة جدا. فهم ذوك يعانوا مشكلة الطيور، وهم بعث في الوقت الحالي راهي شر منطقة الصبار بلدية بتنكر ودور توصل هاي المنطقة بعد يوم أو يومين، وبالتالي الدولة وقطاع الزراعة مداعمهم بشكل كبير طبقا لك سياسة فخامة رئيس الجمهورية اللي تمكن المواطن من يساهم في التنمية الاقتصادية لهذا البلد. وتشير التوقعات المتوفرة إلى أن الإنتاج لهذا العام من الأرز سيكون جيدا في منطقة شمامة التي تمتد على المسافة الواقعة بين مقاطعتي كيهيد والقصيبة بفضل الجهود التي بذلتها الدولة لمواكبة ودعم المزارعين. محمد علي سالك لقناة الموريتانية بلدية الطلحاية. رغم مرور 5 عقود تقريبا ما زال السعادة والبلال يدخل السعادة يوميا على زبنائه من محبي خبزه البلدي المصنوع في فرن تقليدي بمدينة فدارك. قصة الخباز والفرن نتابعها في السياق التالي. 4:00 صباحا في مدينة فدارك، الجو ماطر وبارد نسبيا أكثر المعتاد في هذه الفترة من السنة. حين وصولنا كان الفرن التقليدي الأقدم في المدينة قد بدأ العمل قبل ساعات. سعادة والبلاغ صاحب الفرن يحدثك عن تاريخ نشأته وكيفية صناعة الخبز فيه، وكأنه يزيح الغطاء عن مذكراته التي صنع أحداثها بيديه. شاركناه هذه الأحداث لمعرفة تفاصيلها. هذا النمر اللي له اللي فيه فرن نبدله ومسجلة من ذوك الحمر اللي قاعد مصنعه. أنت؟ بدو 73 جال عندي نعدل فور، ومنين قعدنا قعدت وخرست هي الزرقة ركات الهرم واحدة لا تستفاد أنت، إذا أنت لا دور الاستفادة واحدة محيطك لا يستفاد. وعدلت منه أسرة وصيرت منه حامد المولانا وهذا الزراج المزال معايا وعندي ولا راه هو يقرا في مصر ما يتلفن يدور السما جيته هو وقال لي راه هنا نقري هنا زفور. المسؤولية الاجتماعية في توفير الخبز يوميا للسكان حملها عمال الفرن بكل أمانة رغم المشقة المصاحبة لهذا العمل المضني. الوقت تابع للطلاب التركي أخيرا وابدا لك تحوز على فور وتحوز على فور وتغسل له وتبارك تحت نبور إذن ترضي على ذاك ترضي المواطن ترضي التركي. مع بزوغ أول خيط شمس يبدأ السكان بالتوافد للفرن إما لغرض الحصول على الخبز الطازج أو على بضع جمرات لإعداد الشاي الصباحي. كل يوم الصبح نجي هون نقبض 200 من الخبز ونشريها وانت ماشي بها شوارع عمتي ونجي هون ونقبض نفرن. جاي هون على الصباح ندور نشري مبور والله، وجاي هون ندور نقبض شي من النار اللي نتي عليها. كعادة الموريتانيين لا يدعوك تذهب دون أخذ واجبك بتقديم الشاي التقليدي المشفوع بقطع من الخبز هذه المرة على طريقة سعادة والبلال. مسؤولية اجتماعية قبل أن تكون مصلحة اقتصادية، هذا ما يمثله عمله في صناعة الخبز بالنسبة لسعاد والبلاد صاحب أقدم مخبزة تقليدية في مدينة فدارك. تالي الصادق قناة الموريتانية مدينة فدارك. ختام أخبار الولايات، وهذا تذكير بأهم ما شاء فيها. ساعة
سيل بابي تحتضن طاولة مستديرة لعرض ومناقشة مختلف القضايا ذات الصلة بصيانة حقوق الأطفال فاقد السند العائلي. بلدية واديب تتسلم معدات وسيارات لنقل الماء هدية من خيرية سنيم. شكرا لكم، أنا ما كنت على كرم المتابعة، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.